ضيفي حليمة قعقوب، فراس حمدان، سنتا زرزير، الرحيم. هاي تعرضها جوا؟ أبدا أبدا، اللي يرفعوا حصانات النواب يرفعوا حصانات المطلوبين للتحقيق، هاي مش مزايدات. سلام الشهداء. لانه تعودنا على مزايدتهم لا اكثر ولا اقل، بس حضرتك متضامن مع الضحايا. انا طبعا انا من الناس اللي في اصابات عندي بدائره المنزلي بشخصي، انا بنت شقيقتها لزوجتي هي من المصابين.